تعلم كهرباء السيارات من الصفر حتى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. تقدر تقول على حلقتنا النهاردة في كهرباء السيارات حلقة مجنونة ومليانة بالأسرار الكتير. مهم جدا تشير الحلقة لأصدقائك وأحبابك، وما تنساش السؤال اللي في آخر الحلقة اللي بعرف منه إذا كانت المعلومات وصلتك أم لا، ولو عندك سؤال سيبهولي في التعليقات ويلا بينا نشوف كل شيء مع بعض بالتفصيل. طب رايحة فين الكابلات دي؟ وقبل ما نروح للكابلات هنروح للبطارية. البطارية بشتريها بثلاث حاجات رئيسية. بشتريها بالتيار الخاص بيها اللي هي السعة الأمبيرية الخاصة بيها، هلاقي الكلام ده كله مكتوب على البطارية. الأرقام الأساسية وأهم ثلاث أرقام هتقابلني هو جهد البطارية، هلاقي هنا بطارية 12 فولت، طبعا في 12 وفي 24 حسب السيارة. الشيء الثاني المهم جدا هلاقي الأمبير ساعة، كاتب لي اهو معدل 20 ساعة، ده أمبير البطارية أو الساعة الخاصة بالبطارية اللي هي 40 أمبير. وهطلع فوق كده هلاقي رقم آخر مكتوب عليه تدوير الطاقة البارد اللي هو 240 أمبير. دي كانت مقدمة الحلقة الأولى، 12 حلقة لتعليم كهرباء السيارات على القناة، ودي الحلقة 13. البطارية مش رخيصة يا جماعة، غالية جدا، والمفروض ان انا اخلي بالي وانا بشتريها. زي ما قلنا كده واكدت حضراتكم على ضرورة عمل فيديو خاص بالبطارية، دخت وانا بشتري بطارية بعد ما البطارية الأولى ما كملتش عمرها الافتراضي، وهعمل لكم الفيديوهين العمليين للبطارية اللي جبناها من اكتر من 5 سنوات وما عاشتش وما كملتش معانا، والبطارية الحالية رغم انها صيني ولكن في فرق كبير في العمر الافتراضي الخاص بيها، نظرا لشيء مهم جدا هنقيسه مع بعض ونشوفه. عايزك تركز عشان سؤال اخر الحلقة. الفيديو ده للبطارية الاولى اللي ما كملتش عمرها الافتراضي، وعايزك تركز معايا يا بطل. وهنبدأ نقرأ المواصفات الأول اللي موجودة على البطارية. هنلاحظ هنا أن العمر الافتراضي أو تيار التحريك البارد في البطارية ديت ما وصلش لل 750، هو 700 فقط. يبقى المفروض البطارية دي سعرها يبقى أرخص من البطارية التانية ولو نسبة بسيطة جدا، عشان هنشوف التيار ده هيفرق معنا إزاي في عمر البطارية. وهنا مديني العلامات نفس الأمر، إذا كانت خضراء أو سمراء أو بيضاء. بيضاء طبعا معناه إن البطارية غير صالحة أو تالفة. هنبدأ في عملية القياس. هنجيب الأول الجهاز المتخصص وهنبدأ نوصله. ده الطرف السالب وهنا الطرف الموجب. هينور معايا الجهاز. هنبدأ في الاختبار، نفس الأمر البطارية المأمورة. التيار عندي هنا هقلله هخليه 700 أمبير فقط، وهبدأ في عملية القياس. هنا اداني هوت إن عمر البطارية 81%. هل معنى العمر ده أو 81% إن حصلت عملية غش في البطارية؟ لا، ممكن تكون البطارية مش مشحونة للآخر، وده اللي هيظهر معايا في الفولت. الفولت ظاهر عندي هنا ان هو مشحون، الفولت او البطارية مشحونة بنسبة 63%، الجهد بتاعها 12.38 فولت. المفروض ان انا عشان احكم على البطارية دي اذا كانت جيدة ولا لا، ولا ما حصلش فيها غش، ان انا اشحنها اديها الجهد الخاص بيها لحد ما تتشحن، وبعد كده ابدأ اشوف الهيلث او العمر او الصحة بتاعت البطارية هترتفع معايا لاكتر من 81 ام لا. وده اللي هنعمله مع بعض، وهنحط البطارية على التونجر بتاع الشحن وننتظر عليها، وبعد كده نعمل عملية القياس بعد ما نوري لحضراتكم القراءة بالجهاز الصغير اللي انت ممكن تستخدمه بشكل شخصي. هذه الجهاز الصغير هنستخدمه ايضا. نور معايا الجهاز واداني برضو الفولت 12.36 فولت. هختار ان البطارية خارج السيارة وانتر ونوع البطارية.
وبعد كده هقلل التيار واضغط انتر. اداني ايضا ان عمر البطارية 82% مش 81، يعني نسبة الخطأ بسيطة جدا ممكن نتداركها. النقطة المهمة جدا قبل ما نروح نشحن البطارية اللي عايز اوصل مع حضراتكم لها، ان انا لو غيرت التيار بتاع التحريك البارد ايه اللي هيظهر معايا في جهاز الفحص؟ يعني لو بدأنا نفحص تاني وكانت البطارية فيها غش تجاري والتيار بتاع التحريك البارد فيه مشكلة، او هو ذكره لي ان هو اكبر من كده سواء كان 750 او 700، هعمل تيار تحريك هنا 900. هنفترض ان انا اشتريت البطارية دي والرقم اللي مكتوب عليها مش 700 لا 900، وهبدأ اعمل التست بتاعي. هنا هزود التيار ل 900 لان كلما زاد التيار ده بيزيد سعر البطارية. هزود انا لحد 900 واشوف عمر البطارية اللي طلع معايا قبل شوية 81 هيطلع معايا كام، وابدأ اعمل الاختبار. هنا ظهر معايا هو العمر 49%، وجهد الشحن نفس الجهد اللي هو 12.38 فولت، انما عمر البطارية طلع معايا 49%. معنى كده ان تيار التحريك ده مؤثر بشكل كبير جدا في عمر البطارية. البطارية بعد ما كانت جديدة والصلاحية بتاعتها او صحة البطارية 81%، بعد الاختبار على 900 امبير ادتني 49%، يعني البطارية تالفة. هنروح مع بعض نشحن وبعد كده نشوف الخواص وصحة البطارية ومواصفاتها كام بالضبط، ونبدأ نوصل الشاحن. السالب مع السالب والموجب مع الموجب. ونعمل اختبار ونشوف عمر البطارية هيتغير معايا بعد ما زودت نسبة الشحن البسيطة دي ام لا. ونبدأ نوصل جهاز الفحص. ونبدأ نقلل تاني لل 700. هنا هيظهر لي هوت ان عمر البطارية 91% مش 81% لما زودت نسبة الشحن. معنى كده ان البطارية كانت محتاجة نسبة من الشحن. لو شحنتها بالكامل في السيارة مفيش اي مشكلة، هترتفع معايا لدرجة 100%. يبقى كده بكل سهولة قدرت اعرف مواصفات البطارية وهل هي مغشوشة ولا لا من خلال اجهزة الفحص البسيطة دي اللي ممكن حضرتك تجيبها. طبعا الجهاز البسيط ده هو اللي ممكن تجيبه في سيارتك وتخليه تقدر بكل سهولة ان انت تعرف حالة البطارية. ودي يا بطل البطارية اللي عمرت معانا ولسه شغالة في السيارة حتى الان، وعايزك تركز في الفرق. ولما بتشتري بطارية جديدة للسيارة بتشتريها بالامبير، هنا من 65 ل 72، وكمان بالفولت 12 فولت 70 امبير في الساعة. واهم شيء اللي بيحدد سعر وعمر البطارية هو السي سي اي اللي هو تيار التحريك البارد. هنشوف مع بعض دلوقتي ونقيس البطارية ونشوف هل تستحق ان احنا نشتريها ولا لا، وسعرها كمان اقل من البطارية اللي كنا بنشتريها قبل كده. هنلاقي نفس الامر هنا مكتوب 12 فولت 70 امبير في الساعة، السي سي اي 650 امبير. وهنبدأ نقيس مع بعض ونشوف هل القيم دي سليمة والسي سي اي هيطلع مضبوط وصحة البطارية هتطلع مضبوطة ام لا. هنبدأ نوصل الجهاز بالبطارية، الطرف السالب مع السالب والطرف الموجب مع الموجب. هينور الجهاز وهنبدأ في القياس. هضغط على اوكي، هيجيب لي البطارية المغمورة بتاعت السيارة. هقول له نعم. هديله هنا الامبير اللي هو 650 اللي مكتوب على البطارية، وهعمل اوكي او اقول له تمام اديني عمر البطارية. ما شاء الله طلع عمر البطارية 100%.
التيار اللي اديتهوني او اللي تتحمله تيار التحريك البارد ما شاء الله 735، التيار اللي مكتوب على البطارية او اللي انا قست بيه 650، ولكن ما شاء الله كام؟ 735 امبير، يعني اعلى كمان من الريتد كارنت او التيار المقنن الخاص بالبطارية. كده اتأكدنا من ان البطارية تمام، وما غلطناش نفس الغلطة اللي فاتت ان احنا ما قسناش البطارية واحنا بنشتريها، وبكده اتأكدنا ان البطارية تمام وادينا له كل الفلوس اللي هو عايزها، وخدنا ضمان سنة على البطارية ضد الاعطال. السؤال يا بطل، البطارية الاولى ليه ما عمرتش معانا وما كملتش عمرها الافتراضي، والبطارية التانية رغم انها بطارية صينية الا انها كملت معانا لاكتر من عمرها الافتراضي؟ ما تنساش تسيب لي الإجابة أسفل الفيديو في التعليقات، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.